إذن إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت تواجدوا قدام المحكمة الابتدائية ديال خنيفرة، خنيفرة اللي كانت تعرف الأمن والأمان والناس ديال الكرم. اليوم كيهتز الرأي العام أن أكبر نصاب على الصعيد المغربي فيما يسمى نصاب الانترنت أنه ابن مدينة خنيفرة. للأسف الشديد أنه ينتمي لواحد العائلة محافظة، إلا أن الغرابة أن صدق منهم هذا الشاب اللي فجر مجموعة ديال العائلات من كل أنحاء المغرب. جاوا ناس من الدار البيضاء ومن كازا وحتى قلعت صراغنا، بل إخواني مازال الناس الضحايا ديال أكادير في الطريق ديالهم لمدينة خنيفرة. غادي نشوفوا هاد العائلات اللي تكل مكلومة، عائلات اللي مازال اليوم الثالث على التوالي من بعد ما تم القبض عليه، من بعد ما وهموه بأن راه واحد السلعة غادي تجي، ظن هاد النصاب بأن غادي تكاثر الأموال ديالو، حاولوا باش أنه يلقيوا القبض عليه. وشكرا للسلطات المحلية بخنيفرة والأمن الوطني وخاصة الشرطة القضائية، حين أن كان بتنسيق محكم مع السيد وكيل جلالة الملك مشكور اللي أعطى أهمية لهذا الموضوع وتم اعتقال الجاني. هذا الجاني اللي حاولوا بجميع بشتى الطرق مجموعة إخواني ديال المواطنين أنهم باش يتقدموا بدعاوي قضائية لدى النيابة العامة، إلا أن كانت ينصب عليهم بواحد طريقة احترافية، طريقة اللي كل شيء المغاربة غادي ياخذوا منها درس، غادي يتعلموا منها درس، واحتاطوا بزاف من عالم الانترنت وخاصة بعد ما دخلوا هذه المجموعة ديال النصابة. غادي نشوفوا مثلا عائلات مكلومة، عائلات إخواني اللي حاولت أنها باش تخدم على عرق كتافها، عائلات اللي حاولت أخي المتتبع باش أنها تدير استثمارات، إلا أن الغريب في الأمر جاء هاد السيد وفجعهم ناس اللي جاوا بوليداتهم، ناس اللي جاوا مع أمهاتهم، كاين عيالات مساكن مزوجات اللي حاولوا يدخلوا عالم التجارة، ما نواوش بأن هاد النصاب غادي يحول حياتهم إلى جحيم. السلام عليكم. السلام عليكم لالا، منين جيتي أنت يا لالا؟ من الدار البيضاء. أولى الضحايا من الدار البيضاء، منين جيتي يا لالا؟ أنا من خنيفرة. ضحية ما رحمهاش بنت بلاده، تيعرف بأن أخي المتتبع بأن حتى الحالة ديال هاد النساء حالة مزرية، حالة اللي الواحد تيحاول يوصل طرف ديال الخبز لوليداته. سلام أختي العزيزة. وعليكم السلام. الدار البيضاء. الدار البيضاء أختي؟ من الرباط. الرباط. الدار البيضاء خنيفرة الرباط. خويا كازا. كازا. الأخ الكريم كازا. كازا. إذا أخي المتتبع كما كتشوف أن جات مجموعة ديال الشباب، مجموعة النساء أمهات، كاين اللي جهز توليده الصغير نظرا للصعقة، وإلا ما حاولوش أن المحكمة تسرع وتعطي تشديد العقوبات أو لا توقف الأموال ديال هاد السيد، أن كل أمل ديال هاد الناس غادي يتحطم. نشوفوا هاد السيدة أولا من مدينة خنيفرة كي دار لها وعرفها بنت بلاده وما رحمهاش. السلام عليكم. سلام أسيدي. سلام لاباس. سلام لاباس. شنو وقع لك لالا انت؟ احنا كنعرفوا وكنتقدوا عندو من بكري. نعم. حنايا دابا تقريبا هنايا راه 30 عام وحنا هنا في خنيفرة. نعم. وتنمشيو لعندو نتقداو، واحد الوقت كنت كنبيع عليه السلعة ديال الدار البيضاء انا. نعم. شوية تلقى مع اختي في كازا. تلقى معها في لاجونس ديال الغزالة. قال لها واش غتصيفط هاد السلعة لختك؟ قالت لي غنصيفطها ليا تبيعها. قال لها راه بيعها ليا، بعتها لي. قال لها ودي الفلوس راه ما عنديش، وني غنعطيك دابا تريطه واحد 3 ايام 4 ايام انا غنصيفط لك. قالت لي واخا. مشات دات السلعه للغزاله، عطاها التريطه، جات بحالاتها. عيطت لي في التليفون قالت لي اختي ها كاين وكاين، عيط لي مشيت لي انا والراجل ديالي طلبنا حماده، ما ديرش معانا خايب راه حنا ديالك والو، يوم غدا اليوم غدا شويه تيقول لي ما غادي نعطيك والو. كاع قال لك صافي صافي اودي. ايه عندنا التريته. وشنو درتي؟ ما درت والو، دعيت الله. الله الله هو اللي ياخذ فيه الحق. ما مشيتي المحكمة؟ ما درت ما مشيت اسيدي المحكمة، حنا ما عارفين لا محاكم ولا والو ولدي. إلا تلاقيتي مع شي مسؤول شنو تقولي له على هذا النصاب؟ شنو ولا لا درتي؟ والله نشكي عليه بقلبي. نعم. نشكي عليه ولدي بقلبي وندعي الله. شحال دالكم انتوما تقريبا؟ دالينا مليون. اللي دالكم؟ أيوة. وصافي ونكرك في مرة. صافي أولي. لا 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 لا. من بعد ما هاد المرأة كما شفتوا أن مرأة بدوية بنت المغرب العميق حاولت مسكينة أنها بدأت تنقل هي وأختها للدار البيضاء باش أنها بدأت تجيب السلعة وتعاود فيها البيع، ما نواتش بأن داك النهار الكحل غادي يطيح على هاد النصاب في المحطة الطرقية وغادي يحول حياتها إلى جحيم. من بعد ما مشات وجات في الأخر قالت لك دعيت لله ومشيت بحالتي. عرفتي مليون أخي المتتبع لهاد السيدة باش تجمع مليون؟ ربما اسألوا وزيرة 400 ريال غتقول لك كي غادي تجمع مليون ب 400 وات.
غادي نشوفوا هاد السيده المكلومه من الدار البيضاء. السلام اختي. وعليكم السلام. انت من الدار البيضاء؟ شنو اللي وقع لنا؟ شنو اللي وقع لنا؟ شنو اللي وقع لنا؟ انا تعاملت معاه، عطيته السلعه ديالي 8 احمد. حبسي حبسي اختي. انا هنا عندي الروح ديال دين بو كاعلاط وشي واحد وهضر تنطلق. انا ما مع حتى واحد، وحدي ما تنعرفوش انا كاع اصلا. ما عمل انا دهيبي بوحدي. عرفوا انا راه شفار. عرفوا شفار بعدا. عرفوا شفار واش معامل. انا تنجيت معاكم. انا معاكم. انا كان شي حاجه. انت معانا، انت معانا. علاش جيتي هنايا عندك الشفار ديالها؟ إذا إخواني وهنا كتشوف مشادات، مشادات ما بين هاد الناس وواعي بالمنطقة اللي هما قال لك بأنه له علاقة، إلا أنه تينفي هاد السيد بأن عنده علاقة. كل واحد غريب عليهم تيحاولوا مساكن يتنكر واش عنده شي حاجة. هنا كتشوف أخي المتتبع الكريم أن مشادات، مشادات هنا كنشوفوا إخواني ما بين ما بين ما بين هاد الناس إخواني. هنا كنشوفوا كاميرا هنايا كنشوفوا اخواني المتتبعين ان مشادات ما بين ابن المدينه والاخوان اللي كيتهموا هذا السيد بان عنده علاقه، فيما ان هذا السيد تيقول بان بعيد عليا بزاف. اذا هنا اخي المتتبع شوفوا لا كارت ديال الله اللي ما كتلفش، شوفوا لا كارت. كيقول لنا شنو دار لك، شنو دار لك؟ ماشي نورمال هذا السيد هذا، ما يسولنيش يجبد لا كارت يعطينا لا بروف. اش من عيعاوننا اخويا؟ ما بقاو هاد الناس مساكن تيتيقوا في حتى واحد. اي واحد شافوه غريب تيقولوا ناري، ولكن لان داك السيد ربما ما عنده حتى شيء، غير ان اي واحد جاح كثر من الاسئله مساكن ولاو تيخافوا. اللي قرصوا الحنش راه تيخاف من الحبل، اللي قرصوا الحنش تيخاف من الحبل. اجي لالا قلتوا ريح ريح. سلام خويا. انت ماش من بلاد؟ انا من مدينه طنجه. انت من مدينه طنجه. اخي المتتبع هذا النصاب وصل حتى الدار البيضاء، وصل كازا، بالجعد، بني ملال، الرباط، الدار البيضاء، خنيفره. كنشوفوا الناس ديال طنجه انهم حتى هما حطوا الرحال هنا في مدينه خنيفره. غادي نشوف اش بغا يقولوا الناس طنجه. نعم حنايا جاني، حنا جانا داكوغ، حنايا جانا منتوج من فرنسا ديال الصابون، واللي من اللي ومن بعد اللي كنت كان اللي كنا كنحاولوا نبيعوه في المغرب، ومن بعد هو دخل علينا منتوج ديال الصابون. كي دار لكم انتوما؟ كي دار لكم انتوما؟ درنا على اساس تتواصل معنا، على اساس انه خصو بزاف ديال الكميه كبيره، ومن بعد بقى كيطلب لنا، كيقول لنا لا حقا انا غنعطيكم غير الكميات. نعم. المهم الكميه الاولى على اساس انه صافي كيضمن لك بلي انه صافي، راك انت غتشري من عنده، يعني راه كيدير راك ضمنتي فلوسك. تعطي رساله حتى للتجار يردوا البال من هذه الطريقه. هاد القضيه ديال الكيمبيه لا خصو اي واحد يرد البال ديالو، خصوصا ان الواحد اول واحد ما قيمه تعامل شي مع اي زعما اول مشتري غتعامل معاه، ولا اول واحد غتعامل معاه، عمرك ما تعامل معاه لا بالشيكات ولا بالكيمبيه، لا ضروري خص في الاول الفلوس، حيت الثقه صعيبه في هذا المجال بالضبط، فهمتيني. وبالنسبه لهذا السيد هذا راه حنا بيدنا تعرضنا النصب من عند الطرف ديالو، راه اكثر من 26 مليون. نعم 26 مليون مقسومه اللي دانا ديال منتوج فرنسي ديال مقسومه على ثلاثه ديال الشيكات. تعطي لي شيك ولا ليتريت؟ لا الكيمبيالات ليتريتات. نعم. فهمتيني اكثر من ثلاثه ديال الشيك، يعني مقسومه على ثلاثه ديال الشيكات. ومن بعد كيبقى يقطع عليك ولا كيهضر عليك، من بعد كيبقى يهدد. تيوصل كاع تيهدد؟ كيبقى يهدد. كيهدد. كيهدد على انه انا غادي نوصل لكم، ولا انا غادي كل واحد كيفاش، يعني راه قدر ما تقدرش توصل عندي، ما الا وصلتي راك غادي تقدر التهديد بالقتل ولا التهديد، يعني كل مره باش كيهضر، كل مره باش كيحلف يدير فلوس ويعاود يهدد. ما تقدروش تجي ولا كيقول لك ما تقدرش تخرج من خنيفره، الا جيتي راك ما غادي تخرج من خنيفره. ومحاولات كثيره، احنا من 2018 حنا كنحاولوا نجبروه وكنحاولوا نقلبوه دائما هربان. قلت يا اختي ارتاح. فهمتيني؟ نعم. عندك هو وعندك واحد السيد حتى هو في نفس، واش ممكن تضامن معاه حتى هو محمد املوش من الدار البيضاء؟ هو قولها النيابه العامه غتشوف هذا محمد املوش. محمد املوش من الدار البيضاء. من كازا. من الدار البيضاء. هذا هو السيد ديالو. حتى هو كيدير الشيكات. كيعطي حتى هو الشيك وفي نفس الوقت كينصب على الوعد بالسلعه، كيمشي ما كينسى شي حاجه. نعم. وشنو تقدمتوا بشي شكايه؟ عينا دفعنا المكناس لهذا القضائيه. تجارية نواقيدة تجارية
المحكمة التجارية وفي نفس الوقت دفعنا الدوسي ديالنا وباش في الآخر على الأساس باش يتم القبض على هذا المجرم، ولكن في الآخر ما كاين حتى شي حاجة. دونك أنا كنطالب على الأقل خص الواحد يعني 26 مليون ماشي سهلة الواحد يجمعها بالفم، دونك خصنا الفلوس 26 غير أنت وي يعني أكثر كنظن أكثر من 60 ولا 70 مليون اللي هنايا وكثر. دابا انا كنقول لك انا على الاقل وكثر 700 ناس، يعني الى هذا السيد غياخذ واحد الحكم ديال سنه ولا جوج فين غتنفع؟ فهمتيني؟ هذا السيد خصو يكون عبره لاي واحد باغي ينصب ولا باغي يدير اي حاجه لواحد الناس، فهمتيني؟ اولا الوعد حنا رزقناه، راه كاين بنادم اللي مسكين راه عراق وراه ما كاين كيف تفرش في الارض، وحده راه كتفرش في الارض، كتعرفني المعنى ديالها كتفرش في الارض؟ راه حنا هذاك راس المال راه مشى راس المال ومشى كل شيء. بقى معايا بقى معايا، من بعد ما سمعوه مساكن ان كل شيء تيحاول باش انه يبتكر شيء تيقول هاد البنت اللي مسكينه. السلام عليكم اختي. ايه ما عطيه شراب بخير لاباس اختي؟ صافا الحمد لله. طول عمر الدري وحاولي على راسك. سلام، شفت انك نطي من فاعله واحد شي شويه؟ من فاعله خويا من فاعله، وكنترعد انا سامحه في بنتي مريضه وجايب الولد مطهر هاك كندير له الدواء ومريض فيه بوشويكه ولا بوحمرون، كيف يعقل هاد السيد يدي لنا رزقنا بالبرد وكيدور؟ وجينا واحد النهار وجراو علينا البوليس خلصنا 300 درهم لواحد وداو لنا لي كارت ناسيونال ها وخرجونا بالصطافه حتى لبرا وعطاونا لي كارت وقالنا ما ترجعوش هنايا. واحد السيد قال لنا ها هو في القهوه ويمشي شي واحد يهضر معاه. كيف يعقل؟ دار بلطاجه ديالو لا هذا إصابة عنده، هذا إصابة حيت هو ملي كيعيط لك كيقول لك أنا وخوتي غنتفاهم مع خوتي ونخلصوك. خوتو يلاه كيدورو كيهدونا. ها هو دابا داز خوه، داز خوه بالطوموبيل قال له والله ما تخرجوا من خنيفرة. أنا بلاتي أصلي هنا كنلتمسوا من النيابة العامة أن الحماية الجسدية ديال هاد الناس مادام أنهم طالبين ضيف الله الحماية هنا النيابة العامة الخنيفرة، مادام أن الحمد لله لا يشككون في نزاهة القضاء، فكل التضامن مع هاد العائلات في حالة إلى أن شي واحد تهدد، مادام أن هاد السيدة كتقول لك تعرضت لتهديد صباح اليوم من طرف الأقارب اللي ربما تنستبعد هاد القضية، لأن هو أنا نقول لك أنا راني ولد البلاد، أنا أستغرب لهذاك السيد كيف قدر تخرج من ديك العائله، عائله اللي كانت عائله بسيطه عائله عاديه، راه انا هو كان غير تيوهمكم بهذا الشيء اختي. اما اجي بصباح شحال انتم انا ثلاث ايام واش خاصكم شي واحد؟ لا غير تيهضر نيجي ما كنخرجوش ملي جينا وحنا مخبيين وما كاينش اللي يهضر معاك ها رقمي عندك لا خرجوا تسارى والمغرب ديال المغرب بلاد الامن والامان. شوف هضر يا لالا. شوف اسيدي هاد السيد عنده فلوسنا وعنده رزقنا وعنده سلعتنا، عندنا عنده محل فين مخبع عنده حنا. ها هو السيد حط له في المعمل غادي نشروها وغادي نوريو حتى للنيابه العامه ربما حتى بالصوت والصوره سميتو تابعين تيقول لك بان كاين مخابئ سرية للسلعه ديال هاد الميت راها فيها. تفضلي اختي العزيزه. نعم ما كاينش ربما كاينه السلعه كاينه اكيده. شنو نقول لك اسيدي؟ شحال دالك انت؟ حسبي الله. كي دار انت حتى نصب عليك؟ كي دارت تعرفتي معاه؟ انا تعرفت معاه باغ انترنيت كاي واحد كنتعامل معاه. قال لي صيفط لي السلعه وصيفط لك الشيك. قلت له لا فلوس شيك. قلت له لا فلوس. انا كنبيع الحوايج ديال البيجامات. قلت له خويا اعطيني الفلوس. قال لي لا نعطيك الشيك. كيف يعقل انني نهار صيفطت له السلعه مني جاتني الاخر كنلقى كامبيالات؟ مني عيطت ليه قلت له خويا هادشي كامبيالات شنو غدير معايا؟ انا قلت لك شيك. قال لي رجعيهم ليا ونعاود نصيفط لك لي شيك. جا راجلي قال لي ما ترجعيهمش ليه، هذا نصاب. قال لي هذا نصاب. مشيت دفعتهم البنكه رجعوا ليا ان بي. هزيت يدي الله كنت كنقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه ورزق ولادي. من داك النهار وانا حابسه من داك النهار وقفتي كاع وقفت كاع تلفت شوفي ديك كترعب. انا دابا طيحت بنادم كانوا عندي توام طيحت واحد. علاش كيف يقدر نسيت كي ياخذها بارده وكيدور في المدينه هاني ما عندوش ضمير؟ ما عندوش ضمير؟ وجيت عند السيد البوليسي كنقول له شوف اخويا انا جايه بعيده عافاك ما نخلصش 300 درهم خليني نمشي بحالي. قال لي لا عاد
تخلصي 300 درهم وغتمشي بحالك. قلت له خليني ندخل على المحكمه، ما خلانيش في الكونفينمون. في الكونفينمون خلصت 300 درهم، خليني نمشي للمحكمه. جينا وعيطنا لك، عيطنا وجينا ورجعتو. انا تما ليك تعرفت بان كاين خيوط عندك السيد. انا الناس اللي قربوا لهري وصلات له هو الهضره وتمت محاصرته. انا شوف اسمح لي غنقطع هضره، الاعلاميين تعذر علينا باش اننا ندوزو عنده من الهري. انا اللي جيت. نكمل مع الاخت مسكينه تحيت خوي قلبها. دابا اش طالب بها السيد وكيل الملك؟ كنطالب، كنت انا حبست لا اله الا الله، انا غير كاريه، انا غير كاريه، ما عنديش منين، راجلي واقف واقف، راه ربي اللي شاهد. انا بغيت فلوسي، انا الحبس ديالو ما عندي ما ندير به، انا الحبس ديالو ما غيفيدني بوالو، وعندو والمحل عندو حامر حوايج، عندو الديبو عامر والطوموبيلات غير هكا غير النوفو. يحط الفلوس، يحط لي فلوسي ولا يعطيني غير السلعه. شوف ربما هذا الاخ بغى يفجر، يعطيني السلعه ديالي، مخابئ سريه للسلعه عنده هاك. ومادام هذا انه تقرير بالصوت والصوره وبدون مقاس، غادي نحاولوا ان نتفاجئنا وتنويرا حتى للنيابه العامه. ربما هذه رساله من هذا المواطن اللي هو في الباب ديال من احد الضحايا، تنويرا حتى للمسؤولين والناس ديال لابي جي انه يبروفوندي ويغمقوا تعميق البحث، وربما غادي يكتشفوا شي حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت كانت هذه الاخت مسكينه في حاله هستيريا، قلت لي بان انت على بلغ العلم ديالك نعم. ان كاين مخابئ سريه نعم. ديال هذا السيد حطيت لي انا في المكان كنعرفه، انا في المكان كنعرفه دابا في الحي الفلان فلاني بلا ما نذكر السميه ديالو. قول لي لا خليه تيبغيو الشرطه، انا ما نقولش السميه ديالو. تمشي للشرطه الشرطه يديهم معايا يمشيو معايا ويحلوا المحل، غادي يلقاو فيه السلعه ان شاء الله. انا السلعه من الضحايا، انا من الضحايا، انا كنت فوندور ديال واحد الشركه. نعم تفضل. انا كنت فوندور ديال واحد الشركه، كنوزع الحفاضات ديال الدراري الصغار. نعم. وجيت تلاقى معايا، كانت ما بين الظهر والعصر، تلاقى معايا وقال لي غادي انا كنتعامل مع هذه الشركه وما بقاوش جاو. قلت له انا اللي وليت دابا الموزع اللي في هذه النواحي كاملين. قال لي انا هذه السلعه هذه راه كنخدم بها. قال لي راه ما بقاوش جاو. قلت له انا اللي ولاو دابا، قلت له ما عنديش مشكل، قلت له نتعامل انا وياك. من بعد داني لواحد البلاصه في هذاك الحي اللي ما غنذكر سميتو، دخلنا شفت السلعه ديال الناس اخرين، ماركات اخرين معروفين في السوق، المحل هو بحال الدار وكله بيوت، والبيوت كاملين عامرين عاقل على المحل، هو فيه كراج وكاملين بيوت وكامل بيوت. نعم بالنسبه للمحل عامر سلعه، كاع المواد المعروفه، السكرات كاع المواد المعروفه في السوق محطوطين في السطوح، كلشي محطوط. يعني السيد ثقت فيه، قلت السيد صافي راه غادي يكون عنده شي محلات هنا كيوزع عليهم. قلت بلا ما نبقى ندور انا في خنيفره، نخليه هو الله يسهل عليه. من بعد عطاني، قال لي غتاخذ الشيك. من جيت بغيت ناخذ الشيك عطاني طريطه، قال لي اسمح لي راه ما كاينش الشيك دابا. قلت لي واش معمول؟ قلت لي اش غدير؟ قلت لي ماشي مشكل، قلت لي حنا ملي غادي تولي التجاره بيناتنا، قلت لي حتى التريطه بلاش، يعني غادي نوليو نجيو عندك كل سيمانه نحطوا لك السلعه ونتخلصوا في القديم ونحطوا لك جديد. قال لي صافي ماشي مشكل. من بعد عطاني التريطه، قال لي لا ضروري تامن على راسك، عطاني التريطه، قال لي النهار فلان فلاني، قال لي راه كاين عمي في خريبكه غادي يعطيك الفلوس، تما فين غادي يجي عندك؟ نعم. تما فين غنجي عندك؟ هكا نعم. جيت لخريبكه، كان ليفري تما في خريبكه حتى هي. ملي دويت معاه قلت ليه انا النهار فلان فلان، قلت ليه راه دفعت الطريط، قلت ليه ما عطوني والو، راه كونط خاوي. قال لي عمي غادي يجي عندك من خريبكه، قال لي غادي يعطيك. انا كنت الديبو ديالي في بن احمد، هي هذيك اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، شويه ولا كيقول لي جري طوالك. قال لي ما غاتشد لا صافي يقول جري طوالك، راه تبعوا التحريات وشبدوا لي زوديو ديالي في التليفون غادي يلقاو النمره ديالي بعدا راه باقي، مو التليفونات راه تبدلوا. جري طوالك وجيتي لخريبكه غادي نذبحك. وليت كنجي لخريبكه مشيت عنده خنيفره، وليت كنجي لهنا خريفره مشيت لهذيك الدائره نيت، مشيت معاه مشيت لعند البوليس، قالوا لي لا سير راه كون هاني غادي يخلصك. حتى حاجه ما كاينه، حتى حاجه ما كاينه الان. تاكد بانك عارف بعض المخابئ فين المخبأ بعدا اللي حطيت فيه انا عارفه. المخبأ اللي حطيت فيه السلعه، انا حاطه بيدي، انا حاطه بيدي. اشنو غادي يقول لي شي واحد؟ انا حاطه بيدي، انا اللي حاطه، ماشي غادي يقول لي شي واحد. كاش بغيت ندير بحبسو بغيت رزقي راه انا ضيعت الناس ضيعهم.
الناس خاصهم يرجعوا لهم الفلوس ديالهم. الناس خاصهم يرجعوا لهم الفلوس حيت هذا نصاب. علاش دايرين هاد الطريط؟ علاش مخرجهم من البنكه؟ يعني هو كيعرف القانون ديالهم كينصب بهم. ما يمكنش حشومه هادشي. ماشي واحد ماشي جوج كيتسناو فوق في الفلوس، راه عدد ديال البشر. وكاين اللي ما جاش، كاين اللي ما جاش، راه ما كاين حتى 1%، علاش 10%؟ 1% هادشي كامل. علاش هو عنده الاملاك دابا ديال خوتو؟ منين جاو هما؟ ما خدامين مردامين، منين جاو؟ من اين لك؟ ملي كنعرفوا نحاسبوا عباد الله نحاسبوا حتى هو. منين جاو؟ منين جاو هاد الاملاك هذا؟ ما خدام مردام ويدي السلعه ديال عباد الله. اي وحده باقا السلعه هي تحمد الله من اللي باقا دابا عندها. شكون شي واحد؟ واحد المراه مسكينه ما عندها، ما باغاش تبان، ما باغاش تبان، ما باغاش تبان. شنو وقع لها؟ محل ديال السلعه. تهضر عليها، هي تهضر عليها. تشرح لنا، اشرحي لنا عافاك باش ان حتى المسؤولين يفهموا شنو واقع. انت جي صاحبتك مازال السلعه ديالها. قولي لي راه حنا اللي شفنا. السلام عليكم. بعدا حنا من الناس ضحايا ديال قمر محمد. من الاربع حنا هنايا، من الاربع وحنا في خنيفره، مازال ما مشيناش عند وليداتنا. هاد الناس كلهم كل وحده فينا شحال مدي لها. انا من الناس اللي مدي لي 7,36,000 ريال. سبعه مليون و36 الف ريال اللي دالي. انا لقاني كنبيع في كراج علال، كنبيع انا في كراج علال، خدا عندي من الفراشه، تعاملت معاه، خلصني ثلاثه المرات اسبيس، ومن بعد دخلني في داكشي الاخر كامل هزو مشى. كي دار جا عطاك؟ لا كيصيفط لي السيد، كيصيفط لي السيد كنعطي السلعه كيعطيني فلوس، كيصيفط لي السيد كنعطي السلعه. كيفاش داها؟ وربعة المليون عطا لي على اساس غيحرق لي ولدي. غالي يحرق لك ولدي. وكاين انا كاينين الناس شهود على هذا الشيء، كاينين الناس بزاف اللي دار لهم القضيه ديال تحرق. خدا عندي 4 المليون، 3 المليون و36 الف. 3 المليون و36 الف ريال سلعه و4 المليون ديال التحرق. وحنا اللي جينا نهار الخميس وبالسيده حنايا اتفقت مع السيده ام اروى. حتى الناس طاطعتو الحمد لله باش تشدو. باتفاق مع ام اروى. بلاتي واحد فين يهضر. باتفاق مع ام اروى هي اللي استدرجاته وبقات شاده له الخاطر حتى جا عندها القهوه على اساس انه جايبه لي السلعه. ودارت لي هذاك ابيل فيديو، شاف السلعه كتشارجا وطمع بالسلعه. هذاك الاساس علاش جا. انه وهمتو جايبين لي السلعه، وجلس مع جلسات في القهوه، جا عندها القهوه، ملي تحاورت معاه وسولاته وداك الشيء قالت لي غتخلصني، قال لا غنبدل لك غير كيمبياله. عاود قالت لي واش غتعطيني رزقي؟ قال لي هلا. قالت لي سلعتي؟ قال لا. هي فين درنا به شديناه؟ حنا المجموعه ديالنا حنا اللي شديناه نهار احنا المجموعه اللي شديناه. ومشاو داو الدائره. انا والسيده اللي معايا وحنا كنا وداو للدائره. الدائره تعاملت معنا اكفس معامله. دائره ثلاثه تعاملوا معنا خايب، وعطاه هو واحد القيمه فوق القيمه ديالو. جلاله الملك عطى تعليمات للشرطه القضائيه. الله يعمرها دار نعم الرجوله. الشرطه القضائيه وقفت معانا. بلاتي الشرطه القضائيه خدمت معنا خدمه ديال الرجال، خدمت معنا بحال حنا ابناء امهاتهم. ما نعاودشك لا بيجي الله يرحمهم الوالدين. من هاد بلاتي من هاد المنبر خنكمل كلامي الله تستر. سيدي التحقيق ديال فيفا من 2016 وهاد الكامبيالات كيخرجوا من لابور وهاد السيد مصاب. كيفاش كيخرجوا هاد الكامبيالات؟ كيفاش؟ من هاد المنبر كنوجه التحيه للناس ديال لابيجي، لان تعاملوا معنا معامله فوق المزيانه لهيه، وخذوا لنا حقنا عاد بردنا حقنا. اما في الدائره جراو علينا، عطاوه الكونتاكت ديال الطوموبيل، جبد الفلوس، دخلوا لي العواصير. ما نقولش لك، وقال لي غندبح ديالكم واحد. استاذ قال لي غندبح ديالكم واحد واحد من هنا وسط الدائره. وسط الدائره جوج من الخنيفره. اذا تنوير الراي العام ان هاد الناس كاين ضحايا الهجره السريه، كاين ضحايا ديال العيالات اللي بعد ما استطاع ينصب عليهم اخواني بالكامبيالات غيدخل معاهم حتى انه يقدر يحرق لهم حتى ولادهم للضفه الاخرى. غادي نشوفوا ضحيه فين. دابا خوه كيمشي ويجي وكيهددنا بالاودي. نعم كيهددنا خوه كيمشي ويجي كيقول لنا والله لا خرجتوا من خنيفره. ها هو من قبيله وهو كيمشي ويجي. سلامتكم الصحيه كتحملها تتحمل تيتحملها المخزن. دائره ثلاثه ما تعاملتش معنا مزيان. اللي غادي يقيسكم. دائره ثلاثه ما تعاملتش معنا مزيان، خدينا ليه البورطابل. انا شخصيا خديت ليه التليفون، خديت ليه الكونتاكت. وملي جينا للكوميساريه دائره ثلاثه عطاوه التليفون وعطاوه هذاك. بقى كيمسح وجراو علينا. هما اللي جراو علينا. شكرا والف شكر للضابطه القضائيه. كنشكروا شكرا للاخوان ديال الضابطه القضائيه.
الشرطه القضائيه. الشرطه القضائيه لان هاد الناس برانيين وهما في عارنا وفي عارهم. شكرا. لان من بعد ما نسقوا مع السيد وكيل جلاله الملك ارتاى تعميق البحث واحاله الملف لدى الشرطه القضائيه اللي كيشكروا هاد الناس من هذا المنبر، لان البارح تم تقديمه واليوم مزيدا من الضحايا. خدينا الكونتاك، ما خصهمش يعطيوه لي في الدائره، خص الحاجز على ديك الطوموبيل. خدينا الكونتاك وخدينا التليفون، عطاو التليفون وكيمسح وكيهضر مع الناس. ما عندوش حق. كاين اشارات اباحيه وكلام اباحي قدام. كان تيحاول واخا كبار واخا عيالات مجوجات. دارنا حركات اباحيه وكلام اباحي بوسط الدائره. وقالوا ما عرفوش الطوموبيل ملي كانوا جايبينو لابي جي، وها انا هما وهما الناس معايا. انت من الضحايا؟ انا من الضحايا. اش من اجي لالنا؟ اش من بلاد انت يا لالنا؟ انا من الدار البيضاء. انت اول مره شتيه فين؟ كيطرح السيده صاحبتي اللي جابتو لي هاد السيده هادي. انت اللي دبرتيلها على هاد الهمزه؟ على اساس راه على اساس غنتعاملوا معاه. فين لقيتيه انت؟ فيس. من طريق الفيس. غتحاولي تشرحي لنا هذه الطريق الفيس، واش هو راسلك ولا شنو؟ دخل عندي الكومونتير ديالي على الطريقه الفيس، حيت حنا كنخدموا بها كنلوحوا جلابه في الجروب. دخل عندي على طريقه الفيس، قلت لي ايه كاينه السلعه، كاينه صاحبتي تاهي كتخدم اللي ما عنديش انا، كاينه عند صاحبتي. صافي ملي مشينا قال لي واخا تعاملت معاها. صيفط لينا ليطرا، صيفطنا لي السلعه، صيفط لينا ليطرا. ملي كنجيو نشوفو ليطرا كنلقاوها امبيي وما دايرش لنا لادات ديال التاريخ باش خدا السلعه. من وراه شهور دير لادات جوج مره. انتوما انا وياه في مره. انا 8 مليون ونص. 8 ونص. وانتي انا جوج. انا كثار. وانا رفعت به دعوه قضائيه. ومن بعد انا رفعتي انت دعوه قضائيه. دعوه قضائيه خرجت بفيديو مع شوف تي في، ما كاين حتى شي حاجه. لا انا الدار بيضاء. انا القلعه راه خرجوا في شوف تي في. انا الدار بيضاء. انا خرجت مع لبنى. خرجت مع لبنى في فيديو من 2020. اجيت هنا في شهر 6. جينا هنا ما استقبلوناش. قالوا لنا ما غتصوروا منه والو. جينا للكوميساريه قالوا لنا غير سيروا. مشينا قالوا لنا ترفعوا به دعوه في الدار البيضاء. درنا دعوه في الدار البيضاء. هاد السيد واقفين معاه ناس هنا مراكز كبيره واقفين معاه هنايا. ما كيخافش من المخزن بصفه نهائيه. قال لنا شتي في المخزن الكوميساريه انا ضربت مليار ما صوروا مورايا والو. عاد انتوما اذا ربما انا تنشكك حتى في السلامه العقليه ديال هذا اللي وصل كاع بيه. انا غير الطريقه باش هو تعامل معاكم وكاننا في قانون الغاب. هاد المراه اللي قد امه وبدا يعطيها وبدا يقول لها هضور لي موج الجارحه هضور ديال الزنقه حشومه. وانتوما الكوميساريه وسطكم قال لي ضربت 100 مليون وسط الدائره في البيرو. راني غنوريك البيرو سميتو ما غاداش نهضر دابا قدام العموم. قال لي ضربت 100 مليون وما شديت حتى نهار. ما تشديت حتى نهار وحنا كلنا كنستناو جايين من نهار الاربعاء. انا كان غير عام وعامين. الاشاره الاخوه اللي عاد دخلوا كانت خنيفره عاد كانت هانيه حتى اهتز الراي العام الوطني. اخي المتتبع شنو مشى الصوت؟ اخي المتتبع تتهز الراي العام على وجود نصاب تينحدر من مدينه خنيفره. نصاب اللي حاول اخواني بالدهاء ديالو استعمال الانترنت والعالم الازرق والاسواق في الفضاء الازرق والمنصات ديال العالم الافتراضي. حاول يوهم مجموعه ديال الساكنه ماشي غير في بلاد وحده، بل استطاع باش يوصل الناظور وطنجه والرباط والدار البيضاء. اليوم اخواني مجموعه ديال المواطنين جاوا من كل مدينه جايين لغايه بغاو يشدوا فلوسهم. هاد السيده المكلومه اللي بوليدها الصغير اخي المتتبع اللي تتقول لك اش بغيت ندير بحبسو. انا كنت حامله وطاح لي الجنين بكثرت اخواني الحر والافلاس اللي تسببوا هاد السيد ليا ولوليداتي. كان غادي يخرج لي على داري الا ان راجلي الحمد لله تفهم الوضع وعرفني بانني ضحيه. نساء لا حول ولا قوه لهم. انا استغرب ثم استغرب على شي قحم حتى ولو هاد النساء بنات بلادو اللي عارف لا حول ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم. مرة كبيرة اللي ظنته بحال ولدها. عائلة قمر ربما الكل يعرف هذه العائلة ولم يكن في الحسبان أن واحد النهار غادي تولد ثعلب بشري اللي غادي يفجع مجموعة ديال العائلات وغادي يحاول باش أنه هو دابا مادام كاين شي حاجة ديال البهرة وها حتى هي
باش فهمتي؟ هو ان هذا الشاب ان هذا الثعلب البشري واش شفتوا انتم خوتو معاه في الخط؟ شكون هذا؟ اشرف قمر معاه في الخط، هو كينصب وكيدي السلعه وكيشد الفلوس من عندنا وما كيحطهاش في الاسم ديالو، عنده الوالديه اللي كيحميه وخوه اشرف والعصابه ديالو. الدراري معنا مشاو عنده حتى الحانوت، الدراري مشاو حتى المحل ديالو وقالوا له غتمشي بحالك ولا ما غتمشي تسالم. يعني هي عصابه، راه ماشي غير واحد، ما يمكنش واحد غادي يضحك على هاد الناس كاملين. هي عصابه تنظيم غير هو في الواجهه فقط، وعنده داك المكر والخداع، عنده حتى المحامين ديالو والناس اللي كيعاونوه باش كيوريوه الثغرات القانونيه. انا شخصيا قال لي ما عندك، ما تصوري الداري 18 المليون، ما عندك 18 المليون. صيفط له السلعه، صيفط له السلعه في اللوكس، صيفط له السلعه في الكار، وعطاني طريطه حطها لي في الكونت ديالي الشعبي. مشيت كنقول له هذه ان بي، كيقول لي لا غير مشكل الكونيكسيون، وهذا الشيء كيديروا مع الجمعه والسبت والحد. جا السبت والحد قال لي انا كنسافر، كان في تليفون كنديو لهادي تطوان، الاصل ديالي قال لي من تطوان، انا ساكن تما. اللي قال لي انايا وكيمشي تماك عنده الصوره ديالها هو انه في الحج. اييه هذيك هي كتخدع الناس، وعنده الكونت اللي عطاني منه انا طريطه مفتوح في المحنش في تطوان في المفتوح. ومني كنقول له ان بي كيقول لي لا غير ما كاينش. من بعد منه قلت له غندعيك هذا، قال لي شوفي السلعه ديالك انا عطيتها للناس والناس عطاوني شيكات، ما عندي ما نعطي. صافي درت له الدعوه القضائيه من شهر 4 من هنا، وانا كنطلع وكنهبط مؤخرا خرج الانذار باش خصو يخلص. قال لي جري طوالك، خنيفرك كامله ديالي رجال وما صوروا مورايا والو، عسك انت مراه ولا جيتي خنيفره؟ قال لي نقتلك. سميتي حليمه؟ حليمه. انت جيتي ماشي من البلاد؟ جيت من القلعه. قلعه صراغنا. واش تعرضتي لشي اضطهاد هنا؟ راه غير كان تيهضر، غير تيهضر فعلا فعلا، وغير دابا غير دابا غير دابا خوش صوت يقول لينا قادر يدير. ها هما الدراري. واش شي واحد عندي مكالمه صوره فيديو، عندي مكالمه مصوره فيديو بغيتي نسمعها لك دابا في ميكرو. قال لي السيد انا جيت عنده هنا الخنيفره سجلت شكايه، قال لي هدوا والبوليس بيدهم خرجوا من الخنيفره من هنا. قال لي جوج البوليس نهار الخميس اللي جيت، نهار الجمعه جيت هنايا كندير شكايه ديالي، البوليس قال لي هذاك اللي من طنجه انا خرجته من الخنيفره. مني خرج لخارجه الخنيفره تبعوه جوج طوموبيلات، هو هرب. قال لي كنت صغير انا والخدام ديالي، قال لي حبس على الخدام كثر مني عنده وليداته. قال لي شنو فكني منه؟ البراج هو اللي فكني منه. انا قال لي ما تبعش شي واحد في الضحايا. تبعوا تبعوا فعلا تبعوا، وكاينين الناس اللي جابوا له سلعه للحانوت. انا مرتاح عندكم على الناس جابوا له سلعه للحانوت، هبط عليهم الريدو وجاب لهم الناس، قال لهم غتمشيو حيين ولا ميتين اللي بغيتو، حط السلعه وسير فحالك. قسما بالله هادشي اللي دار معاهم، وشافوا التعيه وبيدهم كيقول لك حنا جبنا غير الناس معانا واللي خدامين معانا وجينا عنده. ما يمكنش انا غنضحي براسي ونضحي بالناس، كيهز راسو تيمشي بحالو تيخليه. انا درت شكايه هنايا للوكيل الملك، تم الحفظ ديالها، انا ما فهمتش علاش، واش تم الحفظ ديال الشكايه ديالي؟ انا ما سامعوا لي ما حتى شي حاجه، ما جانيش لي اشعار. كان ديالها انا من الضحايا، كان ديالها انا براسي. سمحوا لي انا وين باغا نهضر، علاش واحد الشكايه من 2019 جمعت الناس درنا شكايه؟ باش من مدينه انت يا اختي؟ انا كازا. انت من الضحايا؟ انا من الضحايا، داري 68000 درهم. اللي دالك انت كي دار لك اول مره عرفتي؟ طريقة النصب وهذاك الشيء راه شرحته في الفيديو الاول. قولي لي اختي دابا راه الناس نعاود انا طريقة النصب كيف الناس صيفط السلعة كنبيعها في الماركت بلايس في الفيسبوك، قال لي بغيت اون كغو هادي وهادي. كنتفاجئ بانه راه ملي صيفط السلعة الكيم ديالها. شمن السلعة اللي دارك انت؟ لا بالكوبريات الماناط كلشي، المواد جميل بزاف الحوايج. هو كيلعب اللعبة ديالو ما بين الخميس جمعة السبت الحد، باش هذيك هذيك لاطخيط كانت 48 حتى اكثر من 48 باش تبان في لابونك. ابار هذا الشيء انا طاحت لي خطه، كنقول الناس لاطخيط ما غتاكلش حيت هو نصب بالقانون، لاطخيط ما عندوش الفلوس ما غاديش ناخذ حتى شي حاجه. مشيت جمعت الناس في الفيسبوك، واخا تلقيت بزاف ديال المعيار، انت مكلخا انت هادي علاش عاطيه السلعه؟ كلشي راه كي راه الناس ضروري من داك كلشي كيخطا ضروري. ايوا المهم مشيت جمعت مشيت جمعت الناس طاحت لي هاد الفكره، جمعت الناس خديت من عندهم لي طخيط ديالهم لي زوديو ديالهم
تصاور السلعه اللي كيصيفطوا لي هادشي كلشي كاين هنايا. دفعتوا هاد السيدي؟ باقي ما دفعتوش. مازال ما دفعتوا هاد السيدي؟ اذا مازال علاش ما حيت انا فاش جيت بغيت نتبع غنكمل لك. دابا انا مشيت درت شكايه جماعيه فيها النصب والاحتيال عند وكيل العام اللي كاين في الرباط دفعناها، خلصت على فلوس باش توصل ريكوموندي توصل لخنيفره، وكيل العام اللي كاين في الرباط غيوصلها الوكيل العام اللي هنا. جاني الغوسي بانها راه توصلت عامين محفوظه، علاش اتجهت هذيك السيده يا ام اروى اللي دارت ليه داك الفيلم باش تشدات وداك الشيء؟ المهم انتمايا عاد بانت لي الشكايه ديالي. دابا بانت شكايتك؟ والله بانت. ونتمنوا عافاك زودي من نهار الخميس. من نهار الخميس يلاه تحرك الملف. علاش هادشي؟ وجيت هنا باش نجي نسول على الشكايه ديالي، حبسوني في الطريق. انا واحد السيده تخلص 300 درهم واحد المعامله ديال نقدر نقول لك معامله خايبه بزاف، وكيقول لي جي عند هذا الكوميسير اللي كاين تمايا، كيجي عند حماده قمر قهوه غتصور النم بهذا المصطلح. فحسبي الله ونعم الوكيل. الاشاره بان هاد الناس هادي واحد 6 شهور اسمعني يا سيد، هادي واحد 6 شهور كانوا يحاولوا باش يجيو، وكانوا يحاولوا باش يجيو وجاو مجموعه من الدار البيضاء، الا ان كان القانون ديال الكونفينمون ديال الاحترازات ديال الاحتراز ديال الاحتياطات الاحترازيه الشيء اللي خلى ان حاجز امني كيوقفكم بحجه ان ما عندكمش يردوكم ردونا انما قال لك ما عندكمش الرخصه، ولكن خلصنا خصنا ندخلوا. نعم رجعتوا؟ رجعنا. رجعونا. انت ما بين الناس اللي كانوا حضروا ليله القبض على اكبر. يلا غتعاودنا الحيتيات كيوقع تما بقى تما. السلام عليكم. انا اول واحد اخر واحد كيتنصب عليه. انت هو الاخر. انا هو الاخر. 24 ساعه اللي شدوا فيها. انا هو اللي كان كيقول لهم ذاك البروش كيضحك عليا. نعم. انا خدام مع ام اروى. نصب عليا في 17 مليون ديال السلعه صيفطناها ليه، وكان غادي نزيد نصيفطوا لي 8 مليون ثاني ديال السلعه. جلابه القفطان مخلطين داكشي في البيجامه بحال كاع هاد الناس كاملين. في فيسبوك راك انت عارف صيفطنا لي السلعه، قال لي غنصيفط لك فلوس غنصيفط لك لي طرا غدا غتشري فلوس. دابا كنلقى كنمشي نجيب لي طرا كنلقى داير لي 2022. عيط لي عام في الاطراء، عيط لي قلت ليه محمد راه صيفطي لي الاطراء قلت لي غتصرفها بعد غدا 2022 هذه. قال لي لا ضحكتي عليا ما صيفطيش لي السلعه الثانيه مازال باغي نصب عليا. فاش عرفنا القضيه راه نصاب وطلعوا الناس وكنا غنصيفطوا لي السلعه الثانيه، عيطت لنا السيده هاي اللي معانا هاد السيده هذه، قالت ليه عيط لها مول الهوندا قال لها شي ناس راه باغيين يصيفطوا السلعه لخنيفره. قالت لي راه كنعرفوا قمر محمد راه نصاب ردوا بالكم منه. المهم عرفنا نصاب، درنا ليه الخطه رجعنا السلعه ودرنا ليه الخطه باش نجيو حتى لعندو هنا السلعه ديال ام اروى. درنا ليه الخطه تجينا لعندو هنا وعيطنا ليه وراه جلست انا وام اروى في القهوه ومعنا الناس وهاد السيده هذه جلسنا في القهوه وجا عندنا وعيطات لي قالت لي اجي خلص فطور كنضحكوا معاه بحال هكا. ومهم حتى كيتفاجأ كيخرجوا ليه كاع الناس اللي نصب عليهم جبناهم معنا. نعم جبنا دوك الناس اللي نصب عليهم كاملين، منهم هاد السيده منهم هادي منهم هاد السيده الاولانيت اللي كانت عيطات لينا في الهوندا، منهم هاد السيده نيت. ها هي السيده عندها خمسة البنات كتجي عندها خمسة البنيات مسكينه نصب عليها في 8 المليون وحنا اللي لقينا القبض عليه. وعيطنا للبوليس وتا الدائره ثلاثه كيف ما كيقولوا هاد الناس كاملين من 2016 وهما كيمشيو عندهم وتا شي واحد ما دار الحل، وتا حنا كون مشينا عندهم الدائره ثلاثه ما غيديروا حتى شي حاجه. ثم عاش سيدنا الله يستر سيدنا. كون ما شديناش حنا ما غيكون حتى شي حاجه. يا اخواني غادي يبدا يرددوا شعارات يا امير المؤمنين حمينا من الظالمين، يا امير المؤمنين حمينا من الظالمين. هذا هو الشعار الذي ارتأى هؤلاء الضحايا ترديده أمام المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة. شباب نساء أمهات إخواني أمهات أطفال إخواني كانوا غادي يكونوا إخواني بغاو يديروا تجربة تجارية، إلا للأسف الشديد أنه سقطوا. مازال تيهضروا. نعم
دابا نتوما دابا اللي كتقول الاخت حنا كنطالبوا بغينا نديروا نحبسوا رزقنا اللي بغينا حنا بغينا نعرفوا هذيك السلعه من كتباع كيفاش التجار السيد بان تتواجد في ولكن راه كيتحكي بها بشويه بشويه والتجار اللي كاينين هنا كياخذوا معدو بنص الثمن اذا عارفين ديك السلعه مشفوره اذا كان شي واحد عارف السلعه مشفوره علاش غادي ياخذها السلعه دايره مثلا عندنا حنا اللي في كازا ب 100 درهم كيحسبها لي هو هنا ب 50 درهم علاش هما عارفين السلعه مشفوره علاش كيشوفوا علاش كياخذوها من عنده اذا لو كنت مرة نصابه بحاله تم مشاركين معاه في النصب ملي حتى السلعه دايره واحد الثمن تاخذها بواحد الثمن نعم اخويا هذا غير تنشوف انا كنت جيت انا كنت جيت عنده هنايا كنت جيت عنده ملي عرفت راسي نصاب عليا وصلت لو تخيط هذاك جيت عنده زيد باش تسمع ماشي مشكل خليني لا تعب الناس قالك الصوت ما تيسمعوكش انا كنت جيت عنده هنايا خنيفره ملي يلا وصلت للتخيط جيت عنده ملي حيت عيطت ليه في التليفون قلت ليه انت شو صيفطتي لي غير تخيط ماشي هادشي اللي درتي معايا قال لي الله تخيط بحال شي قلت ليه لا راه ماشي بحال شي ملي عيطت سولت الناس قالوا لي لا تخيط ما واكله والو ملي سولت عليه الناس قالوا لي هذاك راه نصا ملي قال لي نصا جيت عنده هنا خنيفره ما كانش عارفني انا كاع جاي عنده مشيت عنده المحل ديالو وقفت عليه قلت ليه فلوس ولا سلعتي قال لي واخا ما يجيو فلوسك وشويه ويعيط لي قال لي يجي فلوسك عيط لشي واحد وما يجيو عندي واحد وقفوا علينا واحد الجوج واحد الواحد ما عرفت شنو كيجي وخوه داك الشيء المهم بقاو شادين معايا كان باغي يخلعوني زعما باش نرجع عرفوني قلت لي ما ديروا فيا اللي بغيتوا انا غنا اما ناخذ فلوسي تعرضوا لتهديدات خوه واحد السيد ما عرفتش شكون ما عرفتش كاع ما عرفتش شنو كيجي قال لي قلت لي قال لي غتمشي دابا مخنا فرحنا غادي قلت لي ما ناخذش ما غنمشي غنبقى هنايا ملي عرفوا ما غيصور والو قلت له ملي عرفوا راسهم ما غيصوروا والو كاع ما غنخرجين انتم قلت لي ما انتم يا ما عطوني فلوسي يا ما قتلوني فلوسي ولا ما غنخرجش وانا واقف هنا تديروا دير لي 7 المليون 7 المليون بزاف كل سلعه كل سلعه وما يعيطوا على يعيطوا على يعيطوا على البوليس قال لنا نضرب عليكم شهر نخرج بكورونا قال لنا نضرب عليكم شهر ونخرج بكورونا بانني مريض بكورونا كيف يعقل ماشي استاذ قال لي ملي هزونا جاو الناس عيطوا للبوليس جاو داونا للدائره مشينا للدائره نعم مشينا للدائره داروا لنا واحد المحضر المهم سمعوا لي وسمعوا لي في الاخر باش كاع ما نبقاوش شادينهم حيت كانوا باغي يطلقوا قلت لهم لا واش كاع ما غتطلقوا غنبقى انا وياه هنا تديروا معنا شي حاجه قال لي لا غنديروا غير الاقوال ديالكم وندفعوا للمحكمه قلت لهم داك الشيء كاع ما واكل لي قال لي اش غدير احنا نديروا لك لتحت في المحضر ديالك واحد الالتزام باللي هذا الالتزام راه حالو بحال الشيك قال لي هذا الالتزام الا ما عطاكش فلوسك راه غتدخلوا به الحبس ملي دوينا معاك قلت لهم صافي قال لي من بعد شهرين عطاك فلوس درنا في الالتزام من بعد شهرين داك الشيء سينيت انا وياه اوكي مشيت داز شهرين ملي رجعت كنسول على داك المحضر ما لقيتوش المحضر مشيت انا للكوميسيري كنقول لهم واحد الالتزام راه درته هنايا قالوا لي ما كاينش النداء ديالك السيد وكيل الملك وانا السيد وكيل في هذه الاثناء يتواجد في السيد وكيل بغينا حقنا بغينا حقنا وبغينا تفتح شي تحقيق هنا في خنيفره لان خنيفره مدينه كمدينه صغيره كاينين شي ناس هنا اللي كيتعناو بشي ناس راه دايرين ما بغاو فهمتي دايرين ما بغاو خصنا نعرفوا علاش كيديروا هذا الشيء وكيفاش كيعطيو هو ذاك الضفاتير ديال لي شيك هو عنده هاد المشاكل غادي نشوفوا حتى بوشعيب اللي راه جات هو وقال لك بوشعيب قلبي عامر نشوفوا بوشعيب اش بغى يقول شتك بوشعيب انت كتقول كاين شي واحد اخر انت السلام عليكم حيت انا هو اللي شديته انا راه كنت من الناس اللي شدوه شدينا في القهوه انا صي واحد النهار كيتعامل مع صاحبي صيفط لصاحبي ولا كيهضر معاه فاش واحد النهار قال لي غتجيب لي السلعه جبت لي السلعه هنا الخنيفره لقاني مع واحد الدري عنده دوكير بيضاء قال لي راه خويا باقي ما خلصنيش فعطيته 200 بياسه قال لي سيمانه غنصيفط لك الفلوس ديالك داز سيمانه ما صيفطش لي الفلوس ديالي مني ما صيفطش لي الفلوس عيطت لي قلت لي راه ما صيفطتيش لي الفلوس راه ما كنتعاملش انا كريدي قال لي انا راه الشهر غنصيفط لك الفلوس على هذا الشهر هذا صيفط لي 200 بياسه اخرى صيفطيهم عاود لا ما صيفطش لي انا كنجيبها ثاني كنجيب 8 مليون ديال السلعه في هوندا مولو باقي ما عارفش انا السيد راه نصاب فجيبها في الهوندا داوي مع مول الهوندا بحال مكا قلت لي راه صاحبي خاصني انا وياه على السلعه قال لي ما تصيفطهاش قال لي لا راه سميتو خاصني انا قلت لي غنصيفطها على حسابي غنصيفطها على حسابي مني صيفطت السلعه جيبها توقفت قدام الغزاله داوي مع مول الهوندا قال لي راه ناصب هذا السيد على واحد خيتي قالها لك مول الهوندا مول الهوندا قال لي ناصب عليها قلت لي دوز لي هذه السيده هذه فاش دوزها ليا هضرت معاها راه كانت هنا السيده راه دوات معاكم فاتحه اللي كانت هنايا فاش هضرت معايا قلت لها مع من تعاملتي قالت لي مع محمد القماري وانا ردت السلعه من تما رديتها من قدام الغزاله عيطت لصاحبي قالت لي السيد راه نصاب وصاحبي عاطيه 17 مليون ونص
وعطيه شيك اخر داير فيه 16000 درهم اللي مدي ليه. هو انا انت هو اخي المتتبع الكريم. مازال كنتواجدوا امام المحكمه الابتدائيه الخنيفره، العشرات اخواني ديال المواطنين ضحايا ما يسمى بنصاب الانترنت، ناس اللي جاوا من كل انحاء المملكه المغربيه، ارقام اخواني تتجاوز ال 20 مليون 30 مليون في كل ايكيب اللي راه هنايا، ناس اللي تيقول لك ان ربما وصل هذا السيد المليار، مواطنين تينجدوا من النيابه العامه انها توقف الممتلكات في ديال هذا الشخص، لان تتقول لك هذا السيد اشنو بغيت ندير بحبسو. ثانيا ان تفجرات قناه شوف تي في حبره تصريح بعد دقائق لواحد الشاهد عيال اللي تيقول لك بان تيعرف المخابئ السريه اللي كتواجد فيها السلعه ديال هاد الناس. تنتمناو من هذا المنبر من الشرطه القضائيه تعميق البحث ويحاولوا ينسقوا مع هذا الاخ اللي تيقول لك تيعرف المحل اللي راه هو حط فيه السلعه اللي جات السلعه ديال هاد الضحيه مازال مركونه. نشوفوا هاد المراه مازال بغات تهضر. انا كنطلب دابا السي حميد من السي الحموشي الله ينصرو والله ينصر سيدنا والله يعطيه صحيحته، يحقق مع الناس اللي كانوا مساعدينه في هادشي ديال النصب، ومنهم الناس ديال الدائره 3 ديال خنيفره، لاننا تهددنا بالقتل قدامها، جراو علينا ما خداوش لنا حقنا، دخل لها كماليك الماء العواصير عطاو الكونتاك ديالو. وبنزيدك حنا ملي شديناه كانت عنده جوج بورتابلات ومليون ونص ديال الفلوس، ملي والكونتاك ديال الطوموبيل، ملي وصلنا الدائره عطيناهم لهم، ملي جا لابي جي بقات مليون ونص سنين، حيدت 2000 درهم في مشاتنا مشات الدائره، وهو باش مقوي وهما اللي كيديروا. هاد السيد توا قال لك الدائره لا لا سميتك سميتك لا لا فاطمه ولا فاطمه لالا فاطمه. انا سولت على ما وقع شنو لقيت، بان في الاول تتعرفوا بان الكمبياله من لا يعتقل صاحبها الكمبياله، اذا كانت الدائره الثالثه لا ترى اي حجه باش انها تعتقله، ولكن الشكر كما قالت له الوكيل جلاله الملك اللي حول المسطره لدى الضابطه القضائيه اللي علمقات حملي من الوالدين لابيجي. لابيجي خدمه صراحه لابيجي ما خلو لي ما نقول، واستقبلونا مزيان عطونا الماء، قال لي يا ريح ولدي وارتاح، قال لي لا عندك شي حاجه كامله، قال لي غنتصنت ولا هذاك الشيء كامل، قال لي دير حتى حاجه باغا تضيع فيها، وانا اللي بغيتو يجيبوا الاخر اللي مون دوكير اللي جا عندي اللي عطيته 200 بياسه تا هو خاصو ما عرفتش سميتو مون دوكير اللي عطيته 200 بياسه تا هو خاصهم يجيبوه، تا هو خاصهم شي واحد عنده تقول دابا كان ديالنا غير قانوني. سمعي ليا شي واحد كاينه في لي بونك، علاش كاينه شوف هذا اللي بغا يجيب هذا السيد، انا بغيتهم يجيبوا السيد اللي جا عندي اللي تلاقيت معاه في الدخله هنايا وعطيته 200 بياسه عنده دوكير بيضاء تا هو بغيتهم يجيبوه. هذاك راه اشرف خويا ما عرفتش انا، هو قال لي اخويا الحاجه انت بنت خنيفره انا في الدار بيضا وين ساكنين هنا عارفه خنيفره شكون هو هذا الدري تيقول هذا السيد اشرف خو حماده هو اللي ايه واحد المصطفى والدي ما في الحبس امهم راه عندها شي كتفات بابا راه عنده شي كتفات عائلة. إذن حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، شكرا للسيد وكيل جلالة الملك اللي سرع فور وصوله لهذه المدينة بالتحقيق وتعميق البحث. مصادر إخواني اللي حتى الساعة كتقول بأن لا زالت هي القضائية، لا زال المتهم أمام أنظار سيد وكيل جلالة الملك شخصيا، تيحاولوا إخواني جاهدين تكيف هذه القضية اللي ربما عندها خيوط متشابكة. هذا راه عنده جديد هذا. جبتي شي جديد ولا بغيت تقول لي هذا الشيء اللي قالوا؟ جبتي أنت هو القديم. من أول الضحايا غادي نشوفوا، نشوفوا الضحية. السلام عليكم بعدا، شكرا لكم، شكرا لكم بعدا مزيان. هنا هذاك الميكرو باش عنده اول حاجه بغينا نعرفوا هنا، اول حاجه خصنا نعرفوها هي خلوا عافاك يا درش اول حاجه بغينا نعرفوها هي المراقبه في خنيفره ما كايناش، الدوريات كاملين مراقبه ما كايناش في خنيفره بحالاش، ما كايناش مراقبه، اللي بغى ينصب ينصب علاش بحالاش هذا بحالاش ها هو كاين من 2016 هو كينصب انت تاجر الكمبياله شنو بان لك بهذا النصب بالكمبياله في هذا الوقت الراهن وانا براسي ضحيه واحد كمبياله داخلي وديالي انا الكمبياله فيها ثغرات قانونيه ولكن فيها ثغرات قانونيه شنو الرساله بغيت تقول للتجار المبتدئين بهذا اللي تيتعاملوا بالكمبياله الكمبياله يحبسوها عطيهم تسليم دابا اللي يوقف هذا الناس بالنسبه للتجاره الكمبياله خاصها تحبس في لي بونك كاملين ما خصهاش تخرج لان ما عندهاش قانون في المغرب ما واكلاش تستغلوها نصابه
الو خاصها تحيد، والناس خاصها تعمل بالفلوس، التجاره خاصها تعمل بالفلوس. وبالنسبه للقصه ديالي انايا كنت شديته في 2018، شديته في واحد المطعم. انت 2018 شديته في واحد المطعم؟ عاود لي خويا شنو وقع؟ شديته 2018 شديته في واحد المطعم مع الوحده ديال الليل. نعم. وشديته ووقفت عليه، قال لي انا نمشي للطوموبيل ونعطيك شي حاجه. ملي مشى للطوموبيل ما خليتوش يديماري شويه ويجي واحد الصطافير، جات الصطافير سلموا عليه السي حماده، يعني بحال شي واحد معروف وشي شي نجم. شي نجم ما يقدرش يرضى هو السي حماده، مالك ياك لاباس؟ قال لهم هادو راه جايين من كازا باغيين يتهجموا لي بسلاح ابيض. جا عندي الضابط قال لي طلع الصطافير. قلت له انا ما غاديش نطلع الصطافير الا ما طلعش معايا هو. يديروك انت هو الضحيه واللي شي انت هو. نعم. طلعت الصطافير وطلعت معايا انا. طلعت الصطافير وطلع معايا في الصطافير. نعم. ومشينا للدوريه، كان ديك الساعه كانت وحده ديال الليل، مشينا للدوريه. كنشوف البوليس كاملين مجموعين عليا، كاملين صحابو. انت هو المجرم. كاملين صحابو. هو تيتهمك بانكم انتم عصابه. عصابه. سمح لي استاذ، لان هو تيتهمكم بانكم انتم عصابه من الدار البيضاء. الدار البيضاء جايين عنده بالسلاح الابيض. استعملتوا السلاح الابيض. حنا ما كاين والو من داك الشيء. ملي تقلبنا ما كاين والو من داك الشيء. مشينا كنعمروا المحضر، لقينا بان المحضر كيتعمر علينا حنا، مشي عليه هو. بتهمة انه لان يتهمكم دابا اتهام متبادل. نهضروا عاود عادي، هو راه تيتهمكم انتم كتهموا. الو فاش خرجنا دوروني البوليس بزاف وشي كيهضر من هنا، المهم بغى يبردوني انايا باش نمشي بحال شي كازا. صافي لقيت راسي بانني ما غادي نصور والو، البوليس كاملين معاه وجبت معايا الدراري من كازا، يعني بقينا ثلاث ايام حنا في خنيفرة. صافي استسلمت ومشيت. الاتهام متبادل بيناتكم، راك شاب دابا هو تيتهمكم، انا جيت لكازا مع سته من خنيفرة غاتهموني جبت عليكم السلاح، واش البوليس غادي يبوسوني من هنا غيهزوني كمجرم؟ واش نبقاو عاود صح؟ البوليس اللي تهمو ماشي هو. لا فاهمين شنو واش تهمو؟ ثلاثة كتحمي على النص، ثلاثة كتحمي. شوف الأمور واضحة وباينة. الأمور واضحة. علاش درتي الأمور واضحة وباينة، أنا مشيت بحال هكا. ما غنستافد والو. شحال كيسالك؟ عافاكم. لا لا عطيت حقهم. غير بلاتي ونعطيك ميكرو اخويا. 40000 درهم والسلعة اللي صيفطيناك الساوية أكثر من 40000 درهم. والو تحيت ياكلك نيت بوجهه وقاس حتى يقول لك صافي سير الصوت. ما غنستافد والو. ما غنستافد والو. وشاب هو زعما كشاب. إذا ما غنستافد والو، أنا بقيت هنا في قنيفرة بقيت تابعه. اش غنستافد؟ فوقاش سمعتي الخبر تشد؟ في السيمانة اللي فاتت. جيتي كتجري. جيت مع الدراري هنايا، جيت الخميس صافي. الخميس. جينا كاملين. أول مرة عرفتي أنت فين؟ عرفته في فيسبوك. هو دخل عندك. شتي الرابط، شتي الحج، شتي مكة، شتي. كيهضر معايا في الدين، دابا المشكل كيبيع وكيدير التجارة. الدين. بالله لا كيحرم ولادو. بالصيف هذا الحج. بالصيف هذا الحج والدين وشي حوايج لا إله إلا الله. إذا شي حوايج لا إله إلا الله. السي الحموشي الله يرحم الوالدين يوقف معنا في هذا الشيء، الله يجازيه بخير ويخلي ليه الصحيحة ديالو، والله ينصر سيدنا وعاش الملك، الله ينصر سيدنا. هكا السي أنور. السلام عليكم. أنا أنت دابا أنت الفوق، أنا تحت. مرحبا. السلام عليكم. أنا واحد مالك. اسمح لي عندك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. منين جيتي؟ أنا من كازا. كازا. يا فين كيفاش هاد الفياقة وكازا ودار غلاف؟ حنا اللي شديناه، حنا اللي شديناه. فهمتي؟ أنا اللي بغيت، أنا الجروب ديالنا أم مروه، حنا بغينا حاجة وحدة اللي بغيت نعرفها. أنا بغيت نعرف حاجة وحدة كاينة موجودة. أنا بغيت حاجة وحدة نعرف هاد الممتلكات اللي عند والدي وعندو هو منين جاتهم. هما خدامين ما ردامين. هما خدامين ما ردامينش هو هاد الفلوس. حنا خدامين وكنتقاتلوا ما عندناش داكشي اللي عندهم. بغينا نديروا لنا تحقيق على الممتلكات ديالهم، منين جابوا هادشي؟ من أين لك هذا؟ بغينا نعرف واش كاين. فهمتي؟ حنا كنخدموا وتنطيبوا ما عندناش هادشي اللي عندهم. كنزهروا وكنديروا وكنخيطوا وكنخليو ما نديروا ما عندناش هادشي. هو راكب على أوضي عرفتي كي دايرة؟ ورخدم حياتي كاملة ما نوصلهاش. هذيك الاوديو حياتي كامله نوف وعرفتي كلاس لما ينزل حدانا قلنا صافي غيخلصنا. قلنا غيخلصنا. ما كيديرش سميتو. وقال لنا في القهوه واحد الكلمه، قال لنا انا نصبت على ضربت مليار وما تشديتش نهار. حدانا كاملين. اه. قال لنا تصوروا والو. وقال لنا واحد الكلمه اخرى. الصوت.
حيت الدائره ثلاثه ما خدمتش معنا مخليه لي كل شيء. وصل لابيجي وصل لابيجي الله يعمرها دار. كنحيوهم كنحيو الناس ديال لابيجي بزاف. شكرا للعناصر الضابطه القضائيه. والله العلي العظيم انني فخور حينما ارى ابناء الشعب كيحاولوا يشكروا واحد الجهاز اللي كان في الماضي القريب يتهم بالتعنيف باللا انسانيه، ولكن الحمد لله هنا في مدينه خنيفره كل هاد الناس تيقولوا شكرا للضابطه القضائيه، شكرا لابيجي، شكرا لكل العناصر، فيما يتساءلون حول الاسباب اللي خلات الاخوه عناصر الامن في الدائره الثالثه انهم ما حاولوش يشددوا معاه. حسب المعلومات اللي عندنا ان السيد وكيل جلاله الملك اعطى فورا تعليمات الى مصلحه الضابطه القضائيه من اجل تعميق البحث. اش بغيتي؟ السلام عليكم. ها الميكرو كتدير موراي اجل انا ضحيه من بحالي بحال من مكناس. انت عاود غير هنا؟ اه غير هنا. سبع ليا في 4 ديال المليون. انا في ظرف 10 ديال الدقائق عيقت به دوز التليفونات في كازا، قالوا لي السيد راه نصاب وعنده سوابق في هذا الميدان هذا. تباعت قسمين، قلت لي تلقاني احد المحطه، قال لي سلعتك مشات في الكار الميدلت. قلت له مشي نتباع اش من كار؟ قال لك مراسله الاطلس ولا شنو؟ طلعت جبرت البراش بعت لوت انا جلال مقدار كيتقدر ب 40000 درهم. مشيت للبراج ديال البوليس سولتهم على العنوان ديالك على ديك الكار، قال لك ما دازت شي كار بهذا العنوان هذا غير جا بحالاتك. تمشاو الفلوس. وليت في ديك الظرف ديال 10 دقائق وليت للدائره ثلاثه انايا. شكيت عيطوا له جا لعندهم ميم با هادشي كامل داز عليه واحد 20 دقيقه. جا لعندهم بغيت تلغي معاه الصفقه التجاريه، سلعتي عارفه مازال في خنيفره بغيت كنقول له ها لي طريط ديال ها لي طريط، انا بغيت نلغي الصفقه التجاريه ما بقيتش باغي نبيع ونشري معاه. لا قال لك غير سير عندك لو 30، انا ديك الساعات لو 29 29 جات بالحاد، قال لك دفع دفع بعد الطيطه ديالك والسيد راه معقول، قال لك السيد راه معروف معقول دفع لو طريط ديالك وعاد ديك الساعه اجي دير شكايه. قبل ما ندفع بعد الطريطه واحد التوضيح، قبل هما شجعوني هما شجعوني على باش نتم الصفقه ديالي معاه. قال لك غير دفع غير دي الطريطات ديالك وسير في حاله وسير دفعهم في حاله ما تقبلوش رجعوا ام بي ديك الساعه اجي نديروا لك محضر ديالك. انا ديك الساعه كنطالب ديك الساعه يلاه 20 دقيقه باش دازت على الصفقة التجارية 20 دقيقة، بغيت تلغي مع الصفقة واش من حقي ولا مش من حقي؟ إذا إخواني عشرات الضحايا من نساء ورجال وأطفال وأمهات، عشرات الضحايا إخواني اللي حجوا اليوم المدينة خنيفرة لا لشيء إلا أنه باش ينوهوا بالشرطة القضائية ديال مدينة خنيفرة والجرأة ديال السيد وكيل جلالة الملك اللي حديث العهد بعد تنقيله إخواني مؤخرا إلى مدينة خنيفرة بعد تجربة ناجحة بمدينة فاس. فها هو وكيل الملك اليوم الحمد لله، واننا في برنامج مباشر بدون مقص ان جل الساكنه او لجل المواطنين اللي جاوا من كل انحاء البلد انهم يناشدون السيد وكيل جلاله الملك ويحيون السيد وكيل جلاله الملك على الجراه وعلى التعليمات ديالو اللي خلات هاد الناس رغم انهم مصدومين انهم عندهم امل باش انهم يسترجعوا الاموال ديالهم، لأن كاين أمهات كاين أطفال كاين مثلا هذه نحسبوها بحال منا، فكيف يعقل المرأة بحال هذه المرأة مسكينة من بعد ما ضرب بها الزمان عندها اليتامى وحاولت مسكينة باش أنها تحاول دير مشروع وتحاول تبيع مسكينة حتى هي ما نواتش بأن ولد بلادها وأقرب الناس إليها واحد النهار غادي يحط حياتها جحيم. ما نواتش هذه المرأة مسكينة اللي اسمحي لي ما نواتش هذه المرأة مسكينة من بعد ما إخواني باعت في الزناقي وتجارت مع المخازن والمقدمين بائعة لا حول ولا قوة لها إلا بالله العلي العظيم. بعيدة كل البعد على المحاكم ومتاهات القضاء، ما عمرها ما دخلت لشي كوميسارية، ما عمر هذه الأمة هذه ما دخلت لشي كوميسارية إخواني الكرام. حتى اليوم هي جاية مسكينة بنت بلادي جالسة وصلنا شي من الدار البيضاء شي من بجاعة شي جا من خريبكة، الضحايا جاوا حتى من طنجة والناظور، بل وصلت مجموعة في هذا الأثناء من مدينة مكناس. حسبي الله
الله ونعم الوكيل. الكل يطالب بتعميق البحث، الكل يشكر السيد وكيل جلالة الملك بخنيفرة على المجهودات ديالو، على الإنسانية ديالو، على الثقة، لأنه استبشرت الساكنة خيرا بالجرأة ديال السيد وكيل جلالة الملك. لأول مرة إخواني أرى المباشر الكل يناشد وينوي بالمجهودات الجبارة ديال الكل. إخواني اسمح لي أستاذ نعطيك، اسمح لي ونعطيك الكل، لأنه ينوي بمجهودات الجبارة ديال رجال الشرطة القضائية، ما يسمى بلا بيجي، اللي قال لك أنهم تعاملوا معنا وحنا غرباء حسينا براسنا وأننا في بلادنا. كان معكم خوكم حميد العقاوي مباشرة من المحكمة ديال الابتدائية بخنيفرة. في هذه الأثناء إخواني الكرام كيتواجد المتهم أمام هيئة قضائية ويتوسطهم أو برئاسة السيد وكيل جلالة الملك شخصيا. تابعونا في انتظار ما ستأول به الأوضاع وآخر مستجدات النصاب الإلكتروني بخنيفرة اللي فجر كل المدن المغربية. تابعوا الجديد. كان معكم أخوكم حميد العقاوي مباشرة من أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة. تحية وألف تحية. شكرا.